تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء. هذا البرنامج تقدمه الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع، فأهلا ومرحبا بكم، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الإخراج معنا الأستاذ عيسى سبيل، وأيضا من التنسيق معنا الأخت نور نزال، وهذه تحيات فريق الإعداد في قسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي. مستمعينا مثل ما عودناكم دائما نستهل الحلقة بمجموعة من الأخبار التي تطالعنا بها الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية. أول أخبارنا اليوم، الأسبرين مفيد لمرضى السرطان. يقول باحثون بريطانيون أن تناول الأسبرين قبل العلاج الكيميائي لمرض السرطان وبعد إزالة الورم يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة. وقال بيتر إيلوود الباحث في جامعة كارديف في بريطانيا، سوف نحصل قريبا على أدلة أكثر حول التأثير الإيجابي للأسبرين ومحاربته أنواع معينة من السرطان، حيث أن تناول جرعات صغيرة من الأسبرين يقلل فرص الإصابة بالسرطان. وقام إيلوود وزملائه بتحليل عشرات الاختبارات العلمية من أجل دراسة تأثير الأسبرين على أنواع مختلفة من السرطان، بما فيها سرطان القولون والثدي والبروستات. ووفقا للعلماء، فإن أخذ جرعة صغيرة من الأسبرين يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة للمرضى، الأمر الذي يقلل من معدل الوفيات بنسبة 15-20%. خبر آخر يقول مرضى السمنة لا يحسنون اختيار المأكولات. توصل العلماء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة غالبا ما يقع اختيارهم على أغذية غير صحية، فيميلون إلى مأكولات غنية بالدهون والسكريات. وقد أجرى العلماء دراسة طلبوا خلالها من 23 شخصا يعانون من ارتفاع الوزن، و40 آخرون وزنهم عادي، تقييم مذاق 50 نوعا من الأطعمة المختلفة ووضع علامات لمذاقها وفوائدها الصحية. بعد هذا الطلب قام العلماء بطلب من هؤلاء الجلوس إلى المائدة وتناول الأطعمة التي يشتهونها بدون أي قيود، وبعد نهاية التجربتين اكتشف العلماء أن الذين يعانون من ارتفاع في الوزن اختاروا عدة وجبات غير صحية تتميز بارتفاع الدهون والسكر، في حين فضل أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع الوزن ووجبات ارتفاع الوزن وجبات نسبة الدهون والسكر فيها أقل بكثير من التي اختارها المرضى. وأجرى العلماء دراسات أخرى على الأشخاص أنفسهم، فتم تصوير دماغهم بالرنين المغناطيسي، فتوصلوا إلى أن سمك قشرة الفحص الجبهي في أدمغة المتطوعين الذين يعانون من ارتفاع الوزن أرق من سمك تلك الموجودة في أدمغة المتطوعين الأصحاء. يشار إلى أن 1.3 مليار شخص في العالم يعانون من الوزن الزائد، منهم 600 مليون يعانون من السمنة.
ما أعرف شو أقول عن هذا الموضوع، لأن أحيانا أفكر شاب عمرك 15 سنة 20 سنة 25 سنة انزين قول 30 سنة تمشي كرشتك ما أدري وين واصلة ووزنك زايد، إذا أنت في هذا العمر هذا الوزن عندك باكر ريكبرتش ايش قايل بيكون وزنك؟ يا جماعة الخير ترى مسألة خطيرة، لأن هي مو وزن زايد، مش سمنة ودهون على الجسم أو شكل غير متناسق للجسم، لا هي فيها صحة فيها أمراض، يعني أوعية دموية فيها، ما أمراض قلب وشرايين، ويعني ما أعرف ما أعرف شو أقول أكثر عن شيء. بس للأمانة إذا أنت ما تحاسب على أكلك، ما تحاسب على جسمك، ما تحاسب على وزنك، انزين وتي تقول لي والله الدكاترة ما سووا لي شيء، لا شو قاعد يسووا لك شيء وانت اصلا مهمل نفسك. هذا مثل التدخين بعد نفس الموضوع. عموما خلونا نطلع من موضوع السمنة، لان احس اني انفعل وايد يوم اتكلم عن هذا الموضوع. وخلونا اذكركم بموضوع التبرع بالدم، الحملة اللي أطلقتها الهيئة، حملة تكون الأول في التبرع بالدم، واللي حقيقة يروج لها نجم كرة القدم البرتغالي وريال مدريد كريستيانو رونالدو. هذه الحملة أطلقتها الهيئة وتستمر سنة كاملة بهدف تنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم، وتحقيق أيضا الكميات الكافية من الدم لمحتاجيها من المرضى. يعني نعيد ونكرر أن يا جماعة الخير اللي يبغي يتوجه للتبرع بالدم ممكن أنه يتابع حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، بيعرف وين يتواجد بنك الدم المتنقل، ممكن من خلال التوجه إلى حرم مستشفى لطيفة مركز دبي للتبرع بالدم. هنالك الجماعة بيستقبلونكم من الساعة 7:30 إلين الساعة 7 المساء. فما نوصيكم يا جماعة الخير، أتمنى اللي ما توجه ولا تبرع يروح، وأيضا نتمنى حتى منكم تسجلون كمتبرعين دائمين في هذا البنك، لأن للأمانة هذا عمل إنساني كبير، أيضا يفيد صحتك بشكل أو بآخر، أنت تستفيد من التبرع بالدم. منروح حق العنب، يقولون العنب عادة هم يقولون الليزر يقوي النظر أو الجزر، عشان ما يقولون الجزر. الآن يعني في دراسة طبية أمريكية تقول العنب يقوي النظر ويقلل الإصابة بالعمى، حيث حثت دراسة طبية أمريكية حديثة على ضرورة الإكثار من تناول العنب لما له من فوائد جمة في الحفاظ على صحة شبكية العينين العين وبنيتها الداخلية، وتقوية النظر، وتقليل احتمالات الإصابة بالعمى أو ضعف البصر في مراحل متقدمة من العمر. ونصحت الدراسة الصادرة من جامعة ميامي الأمريكية بإضافة العنب إلى النظام الغذائي نظرا لغناه بمضاد خلايا شبكة العين من تلف الحمض النووي، مشيرة إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب تحمي البصر من الضعف والعمى وتقوي النظر. وأيضا هذه الدراسة اختبرت تأثير العنب على صحة شبكة العينين عند الفئران، حيث تم إطعام مجموعة بودرة عنب مجفف بما يعادل 3 حصص من العنب في اليوم للإنسان، مع مراعاة ضبط مستوى السكر، ومجموعة أخرى لم تتناول العنب، وبيّنت النتيجة تقوية البنية الداخلية لشبكة العينين وخلاياها المستقبلة للضوء وسمكها ووظائفها لدى الفئران، فيما لحقت بالمجموعة التي لم تتناول العنب ضمن نظامها الغذائي أضرار في شبكية أعينهم، مع انخفاض 40% من الخلايا المستقبلة للضوء وتدهور في النشاط البصري.
أيضا البروفيسور أبيغال هاكام المشرف على هذه الدراسة أكد أن نتائج الدراسة مذهلة وتعزز بقوة تأثير الإيجابي والفوائد الصحية الجمل للعنب على صحة العين، مشيرا إلى أن العنب غني بفيتامين سي وكي وبيتا كاروتين الذي يسهم في تخلص الجسم من الجذور الحرة المدمرة للخلايا الصحية والسموم. وأشارت دراسة بجامعة غلاسكو الإسكتلندية إلى أن تناول عصير العنب الأرجواني المعروف باسم عصير عنب كونكورد يسهم في تخفيض الإصابة بأمراض القلب والسرطان ويكافح الزهايمر ويقوي عمل الدماغ. أيضا على موضوع السمنة اللي تكلمنا عنها من شوية، العنب أيضا في دراسة صادرة من جامعة واشنطن أشارت إلى أهمية العنب في عدم اكتساب وزن زائد، ونظرا لاحتوائه على مكملات الريسفيراتول المضادة للميكروبات والشيخوخة، وهذه المادة موجودة أيضا في التوت الأزرق والأحمر والفراولة والتفاح والمسؤولة عن تحويل الدهون السيئة البيضاء إلى أخرى يعني فيها بنية جيدة تعزز من حرق السعرات الحرارية الزائدة. وبعدوا الله يخليكم عن الفاست فود عشان نطلع فاصل على السريع، كلوا فواكه الله يخليكم خلال هذا الفاصل لما نرجع لكم بموضوع جميل جدا. فاصل وما نرجع لكم. صحة وسعادة. يعطيك العافية سلامة، ولا تنسين تستعملين زيت الزيتون على السلطة. صار في وايد أبحاث طبية عن زيت الزيتون وفوائده، والصدق هو سائل من ذهب. العالم يستهلك حوالي 3 مليون طن من زيت الزيتون سنوياً. في اليونان المعدل هو 25 كيلوغرام من زيت الزيتون سنوياً لكل شخص. هي ما شاء الله عليهم. وصحيح إن كل 100 جرام من زيت الزيتون يعطي 885 سعرة حرارية، ولكن نسبة الدهون غير المشبعة فيه وهي الدهون المفيدة تتجاوز 85%. حسب الأبحاث تناول ملعقتين يومياً من زيت الزيتون يزيد مرونة الشرايين والقدرة على مقاومة الجلطات الدماغية والقلبية، وهو يساعد بعد بخفض مستوى الكوليسترول في الدم. وطبعاً عشان يكون مفيد لازم زيت الزيتون يكون ضمن نظام أكل صحي متكامل، يعني ما تطلبين بيتزا إكس لارج وتحطين عليها زيت الزيتون. 7 ملاعق من زيت الزيتون يومياً تأمن 93% من حاجة أجسامكم لفيتامين إي و60% من فيتامين كي، وعساكم دوم صحة وسعادة. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام. حيبتني في الفقرة التثقيفية مالتنا أن الدكتورة تقول حق سلامة لا تطلبين بيتزا إكس لارج وتحطين عليها زيت زيتون على أساس أنك أنت أو أنك أنت إنسانة صحية. لا، يعني هذا مثل اللي يشرب دايت كوك ولا الدايت من المشروبات الغازية. ترى كنت يعني كلت 3/4 الوجبة ويت على آخر شيء تقول لي دايت. عموما نرجع حق محور حديثنا الثاني في هذا الجزء، معنا حقيقة محور مهم، حيث تشارك هيئة الصحة بدبي في فعاليات أسبوع التطعيم العالمي الذي انطلق يوم أمس تحت شعار سد فجوة التمنيع، التحصين للجميع طوال العمر. هيئة الصحة بدبي قد حرصت على تسخير كافة إمكانياتها لإنجاح هذه الحملة التي ستساهم بشكل فاعل في تعزيز استراتيجيتها للوقاية من الأمراض المختلفة. طبعا نحن في برنامجنا اليوم نتحدث عن هذه الحملة
أهدافها وجهود هيئة الصحة بدبي في هذه الحملة التي يحتفل بها العالم ككل من خلال ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة فاطمة العلماء استشاري ورئيس شعبة صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي. حياك الله معانا دكتورة. الله يحييك أستاذ. يا هلا دكتورة، يا ليت إذا في البداية تعطينا فكرة عامة عن هذه الحملة والهدف من التحصين. الحملة مثل ما أنت قلت هاي الحملة العالمية بمناسبة الأسبوع العالمي للتحصين، ومثل مثل ما أشرت إليه يصادف من 24 إلى 30 أبريل من كل عام. صحيح. هذا العام سموه تحت شعار سد فجوة التمنيع، وهدف الحملة إلى تعزيز استعمال اللقاحات لحماية الأفراد في جميع الأعمار من الإصابة بالأمراض المعدية، وإلى زيادة الوعي بأهمية التحصين وأهمية إشراك جميع الأطراف المعنية في الدفع بأولياء الأمور إلى تحصين أطفالهم في الوقت المناسب وإلى جميع الأعمار مثل ما أنت قلت، حتى يعني مهم تحصين لجميع الأعمار. جميل. طيب الفئة العمرية المستهدفة هي جميع الأعمار، ما في ممتاز والكبار، حتى لأن الكبار بعد محتاجين لأنواع معينة من اللقاحات طول عمرهم. جميل. دكتورة، كيف يمكن الحصول على التطعيم والمراكز الصحية اللي توفر هذه الخدمة في هيئة الصحة؟ جميع المراكز الصحية اللي تابعة لهيئة الصحة بدبي توفر عندهم كل التطعيمات المفروض الناس يأخذونها. وسهل، بس يسجلون وعندهم بطاقة صحية لهيئة الصحة بدبي وعلى طول يأخذون تطعيم لأنه متوفر كل التطعيمات اللازمة. ممتاز. في أوقات معينة دكتورة يروحون لها ولا أوقات العمل في المراكز عموما؟ لا، من الساعة 7:30 صباحا لين الساعة 9:30 مساء، أي وقت يروحون يأخذون التطعيم. ممتاز. طيب استعدادات الهيئة من خلال توفير المطاعيم والكوادر البشرية لإنجاح هذه الحملة، بما أن نحن نتكلم عن أسبوع مكثف، أعتقد أن يفترض أن يكون هنالك يعني استعدادات كبيرة، لأن أعتقد بتشوفون أعداد كبيرة من الناس. هاي الحملة عبارة عن زيادة الوعي أكثر مما نعطي. تذكر إحنا سوينا حملة حصبة وهالأشياء. صحيح. لا، هني هالأسبوع بيكون بس للتوعية. للتوعية. والناس اللي ما ماخذين تطعيم يون هني، لأن إحنا بنكون متواجدين في كل العيادات. في ناس من هيئة التثقيف الصحي، ممرضات، أطباء يستجيبون. يعني إذا حد عندي أي سؤال أي استفسار، حد ما ماخذ تطعيم ما كان عندي موعد قبل وما يقدر يجي، الحين يقدر يجي. طيب هني دكتورة بنعطيهم. ممتاز. أنا أبغى أسألك هني، يعني إذا أنتم كيف تعرفون إن هذا ما أخذ تطعيم ولا ما ماخذ تطعيم؟ هل في أوراق ثبوتية أو إثباتات معينة لازم يجيبها معه؟ لا، إحنا بالنسبة للسؤال الأول اللي كيف نعرف هذا الطفل ماخذ أو لا، إحنا أول ما الطفل يجي عندنا لما يسجل التطعيم أول زيارة عقب الولادة عندنا تسجيل دفتر شيء مسجل كبير إلكتروني. بعد ملف خاص فيه ممرضات. نعم، ممرضات يسجلون، وهل الطفل مفروض كل زيارة يسجلون للزيارة القادمة. لما الطفل ما يجي زيارة مفروض اليوم موعده ما يطرشون لمسج، يعني هم أصلا قانونهم أن 3 أيام قبل الموعد يطرشون مسج للناس SMS يذكرونهم، واللي ما يجي مرة ثانية يطرشون لمسج، وإذا صار أسبوع ما يجي يتصلون بهم. عشان كده تشوف ان التغطيه بالنسبه لهيئة الصحة دبي ما شاء الله فوق 95%. ما شاء الله عليكم. وبعدين كيف شو اوراق الثبات دائما يبون، لان لازم حسب الكاتشمنت اريا مالهم اللي يعني حسب مراكز سكنهم يبون اوراق، وعندهم بطاقه صحيه بس هي الوحيد اللي محتاجينهم بطاقه الصحه بس. جميل جميل. ومتوفر مجان لكل الناس مواطنين المقيمين. واللي عنده تأمين سعادة ممكن من خلال بطاقة الهوية. نعم. طيب دكتورة هني يعني قبل أنتقل لموضوع التوعية اللي أنتم قمتم فيها، وأيضا عندكم نظمتم معرض بهذه المناسبة، وقبل أن نتحدث عن هذا المعرض وشو الفعاليات اللي بتتم فيه، أبغى أتحدث دكتورة عن أنواع التطعيمات اللي المهمة اللي يجب أن يعني أنتم مركزين عليها من خلال هذه الحملة، أن يجب على الأطفال وجميع المستهدفين أنهم يأخذونها. الأنواع التطعيمات إحنا نعطيهم تطعيم من الولادة، من عند الولادة نعطيهم تطعيم ضد الدرن اللي
يعني ما شو يعني اللي تيبي من انجايتس بالانجليزي زين اللي يسبب الحمل شوكية يعني المخ. ونعطيهم الكبد البائي وعلى شهرين نعطيهم تطعيم شلل أطفال والتطعيم ضد مرض روتا اللي يسوي إسهال وزواعف الأطفال والحمد لله الحين وايد خف عندنا هالأمراض وتطعيم ضد مرض ديفتيريا كوزاز تيتانوس والالتهاب الرئة والحصبة بعد الحصبة نعطيها على عمر سنة حصبة حصبة الألمانية والنكاب والجدير المائي زي. وشلل الأطفال بعد تعطونهم؟ نعم شلل الأطفال نعطيهم عند على عمر شهرين الرابع السادس والجرعة المنشطة على سنة ونص والجرعة الثانية المنشطة على سنة خمس سنوات. جميل. يعني هذه أكثر الحملات السابقة لمنظمة الصحة العالمية هي كانت تركز على مثل هذه التطعيمات صحيح. بشكل كبير. طيب دكتور خلينا نرجع حق المعرض اللي أنتوا سويتوه الآن على هامش هذه الاحتفالات. شو هذا المعرض وشو الفعاليات اللي فيه؟ المعرض سوينا فعاليات مثل مسابقات الأمهات نشوف متى ثقافتهم عن التطعيم وإعطاء الجوائز للأم اللي تجاوب صح والأم المثالية اللي دائما تجيب انتظام في الوقت المناسب مناسب فنعطيهم جوائز وفي نفس الوقت تكون يعني استشارة طبية مجانية متوفرة طول الوقت اللي أي حد مثلا عنده أي سؤال ما يحتاج ياخذ موعد عشان يدخل الدكتور الدكتور يكون موجود والثقافة الصحية بعد موجودة ويانا والممرضة ونعطي يعني قاعدين نعطيهم محاضرات عن كل تطعيم يعني ممكن أم تي تعطي تطعيم لعيالها بس ما تدري شو هالتطعيم ضد أي مرض صحيح. فإحنا قاعدين نشرح لهم بتفاصيل. ممتاز جدا. الله يوفقكم يا دكتورة. ما يعني في 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 كلمة أخيرة تبغين توجهينها للجمهور وللمستمعين؟ أنا أتمنى أنك حد اللي كل الآباء والأمهات يهتمون في إعطاء تطعيم لأطفالهم والكبار السن أيضا ما ينسون مثلا اللي عندهم أمراض سكري لازم يأخذون لقاحات دورية بانتظام اللي يسافرون قبل السفر لازم يجون إلى المراكز الصحية يأخذون التطعيمات المناسبة عشان يعني تحصنهم ضد أمراض المعدية. جميل. لأن هذه الأشياء حقيقة تساهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي العام بشأن كيفية إنقاذ الأرواح بالتطعيم لأن مسألة المسألة اللي أنت تقومون فيها تشجيع الناس في كل مكان على التلقيح أعمارهم وأطفالهم ضد الأمراض القاتلة هذه اللي حقيقة الواحد ممكن يتفاداها بهذه التطعيمات. فنتمنى لكم التوفيق خير من العلاج صح. ونحن دائما حتى في الاستراتيجية الجديدة سواء هيئة الصحة بدبي وحتى وزارة الصحة ووقاية المجتمع اسمها صار وقاية المجتمع التركيز دائما على الوقاية. دكتورة يعني نحن شاكرين لكم هذه الجهود. دكتورة فاطمة العلماء استشاري ورئيس شعبة صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي كل التوفيق وشكرا جزيلا. حياك الله. شكرا دكتورة. إذن مستمعينا مثل ما ذكرت دكتورة فاطمة الهيئة تفتح جميع أبوابها من خلال مراكزها الصحية ذكرت من الساعة 7:30 إلى الساعة 9:30 مساء يمكنكم الاستفادة من البرامج التوعوية التي تقدمها الهيئة في هذا المجال يعني المجال الخاص بالاحتفال العالمي بأسبوع التطعيمات العالمية واللي انطلق أمس تحت شعار سد فجوة التمنيع التحصين للجميع طوال العمر. يا جماعة الخير اللي ما طعم عياله ولا ما طعم نفسه أتمنى أنه يتوجه لأحد المراكز الصحية لأخذ التطعيمات اللازمة في هذا المجال لأن مسألة جدا مهمة للوقاية من مختلف الأمراض لا سمح الله. أتمنى لكم الصحة والعافية دائما. وما نطلع فاصل وما نرجع بعد الفاصل ما نتحدث عن موضوع جميل خاص بالحساسية وتعزيز المناعة الذاتية فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أه
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، في يوم أو يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع تتواصل هيئة الصحة بدبي من خلال نخبة من الأطباء والمتخصصين عبر عيادتها الذكية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تقوم بمناقشة العديد من المواضيع التي يتم اختيارها وفقا لأهمية وأولوية هذه المواضيع بالنسبة لخطط الهيئة وبرامجها التوعوية المستمرة على مدار العام. طبعا العيادة هي تبتدي من الساعة 11 وتستمر لحد الساعة 1، وأيضا يتم يعني متابعتها من خلال الهاشتاغ أو الوسم العيادة الذكية وسمارت كلينيك على تويتر، وأيضا من خلال ومضاتها على إنستغرام حساب الهيئة DHA_Dubai، وأيضا اللي يبغي يتابعها بالصوت والصورة ممكن يتابعها عبر برنامج البريسكوب. اليوم العيادة بتناقش موضوع مهم جدا يدور حول الحساسية وتعزيز المناعة الذاتية. نحن خلونا قبل تبتدي هذه العيادة نتعرف على أهم المواضيع اللي سوف تطرح من خلال هذه العيادة مع الدكتور حسين الحتاوي، استشاري ورئيس قسم المناعة والحساسية بمستشفى دبي. حياك الله معانا دكتور. الله يحييك إن شاء الله. دكتور، شو هي أهم المحاور اللي بتتطرقون إليها في العيادة اليوم؟ اليوم إن شاء الله شرط ما ذكرت أنت، قلت نتكلم يعني عن الحساسية بشكل عام ويعني تعزيز المناعة الذاتية، وشو هي الخدمات اللي نحن نوفرها عنا يعني في العيادة وفي دارة الصحة. جميل، خلنا نعرف الخدمات اللي انتو توفرونها دكتور، خلنا نعرف المستمعين قبل العيادة. نحن عنا يعني وعنا وحدة مناعة حساسية هي في مستشفى دبي، عنا عيادتين يوم الاثنين يوم الثلاثة، عيادة واحدة حق اسمها عيادة نقص المناعة immunodeficiency، وبس مو بشرط يعني نقص المناعة، المناعة بشكل عام، عشان بعض الأحيان حتى المناعة ممكن تكون ذاتية يعني الجسم يهاجم نفسه أو المناعة تكون زايدة. وعيادة الحساسية نفسها اللي هي تشمل جميع أنواع الحساسية، اللي هي حساسية الأنف أو الصدر أو حساسية الجلد بأنواعها المختلفة، حساسية الأدوية، الحساسية ضد الحشرات. في بعض الناس مثلا يحتاجون دواء معين وهذا الدواء يسبب لهم حساسية فيحولونهم حقنا عشان نعطيهم هذا شو اسمه العلاج، نعطيهم المضاد الحيوي مثلا اللي هو اللي هم متحسسين منه، أو مثلا علاج الحساسية، إزالة الحساسية من الجسم. وفي طبعا ها ممكن أنواع الحساسيات، في حساسيات معينة ممكن في علاجات معينة تخليها تروح، وفي علاجات مخصصة حق حساسيات معينة، وفي علاج عام يعني يخفف الحساسية بشكل عام، منها الربو ومنها مثلا الحكرة في الطعف الجلد واحمرار الجلد. فأنا الحمد لله يعني أشياء متنوعة الحمد لله. جميل دكتور، يعني هني أبغي أتحدث كذلك عن يعني أنت ذكرت أنواع الحساسيات اللي ممكن الواحد يقابلها في حياته، لكن أنواع الحساسية اللي ممكن قد يتعرض لها الأفراد على اختلاف فئاتهم العمرية، يعني هل هنالك يعني حساسيات معينة تقسم أن هذه الحساسية تكون ضمن خاصة بالأطفال في هذه الفئة، أو أن الحساسية هذه تكون عند الكبار كبار السن، ولا يعني ما أدري؟ إيه صحيح كلامك صحيح. الأطفال غالبا أكثر الحساسيات التي عندهم تكون حساسيات أكل وضد المواد الاستنشاقية، يعني مثلا الغبار أو هذا. الطفل يعني أكثر أول ما يعني يوم يولد اللي يحولونه مثلا حق حليب صناعي أو حليب الأبقار، يكون فيهم نوعين، القسم الأكبر منهم يستوي له مثل إكزيما أو يسمونه إيتابل ديرماتيتس، والقسم الأقل منهم تي نوع ثاني من الحساسية اللي هي يسمونه صدمة حساسية اللي هي شوية أندر يعني، وقسم ضئيل منهم بعد ممكن تي حساسية ربو مثلا.
وغالبا يكون من الحليب يوم يكون توه مولودين. الين وبعضهم يتبون زينين مثلا الين 6 شهور الين 7 شهور يبدون يدخلونهم الاكلات الصلبه مثلا بيض او يدخلونهم او يدخلون لهم مثلا قمح او اشياء كذي، فتبدا عندهم اعراض حساسيه اللي هي نفس اللي ممكن تبدا عند الصغارية. اللي هي شو بالضبط الاعراض هذه دكتور؟ اللي هي مثلا حكه، طبعا الطفل الصغير اللي يقدر يحك بيحك، بعضهم ما يقدر يحكون فبيكونوا مضايقين. اليد يكون محمر ومتقطع يعني كأنه يتقشر شوية، وتكون أكثر في الأماكن اللي يسمونها فليكشر سيرفيسز أو الأماكن اللي هي عند ثنايا الإيد مثلا، وين الإيد تنثني عند الرسغ مثلا عند الكوع مثلا تبدأ هناك. بعدين حد من الناس يرجع دكتور ويزاوع، صحيح هاي بعد هذا عرض ثاني من أعراض الحساسية اللي هو الترجيع، وبعضهم بطنهم يعورهم او مثلا يهم اسهال، هذا بعد نوع ثاني من الحساسيه. بس هو بشكل عام تابع يصوب اكثر اللي هو مثل صدمه الحساسيه. صدمه الحساسيه ممكن تبدا بشكل خفيف عن طريق الجهاز الهضمي، وممكن تتحول للجهاز التنفسي، وبعدين تتحول الى الجلد، بس مو الوصف الاولي اللي قلت لك عنه، بس يبقى احمرار ونفخات مثل لدغات البعوض، شيء كبيره نفخات يتغير شكلها على مدى ساعات. وطبعا هذا لو الواحد ما انتبه وتم يعطي مثلا المادة الطفل متحسس منها ممكن يسبب صدمة حساسية، اللي هي الياهل مثلا ما يقدر يتنفس عقبها وما يكون في وعيه وضغط الدم عنده ينزل، هذا طبعا يحتاج انه يسعفونه يودون المستشفى. طيب دكتور، حد يسأل يقول هل الحساسية هي حساسية الأغذية والأدوية فقط أم هنالك أنواع أخرى؟ أكيد أكيد في أنواع أخرى. خلينا نتعرف على إيه، عندك من الأغذية إنزين، وعندك حساسية من المواد الاستنشاقية اللي هي مثلا ممكن تكون غبار، ممكن تكون طلع النباتات، ممكن تكون فطريات، ممكن يكون صرصور، الأشياء المحيطة حوالينا، أو بعضهم قطط، أو مثلا عندهم حيوانات. يعني حتى الحشرات ممكن تسبب لك حساسية دكتور؟ نعم نعم، في حساسية صرصور اللي هي شائعة. هذه شو هذه؟ أنا أبغى أعرفها دكتور. زين أوكي، حساسية الصرصور هي تكون أكثر في المدن وتكون أقل في المناطق البرية. ليش هذا الشيء؟ عشان نحن عندنا صرف صحي، عندنا شو اسمه يعني بعض الها ما عندهم مجاري، عندهم تكرم بواليع يعني. صح. فالصراصير تكون كميتها كبيرة هناك. والصرصور يفرز بروتين يكون متعلق في الجو فله ريحة معينة. أوكي. فالواحد لما يستخدم دورات المياه ومثلا يشغل الصنبور أو الماء يوم يصب، الهواء اللي موجود من البالوعة نفسها بيكون متشبع بهالبروتين، شوي شوي تبي يدش المكان. أوكي. فيتأثر الإنسان باستنشاق هذا الهواء. بالضبط، وايدين تطلع لهم حساسية صرصور وهم يقولون احنا عمرنا ما عندنا صراصير، وفعلا ترى هم ما عندهم صراصير، بس المنطقة يعني الدرين اللي كان اللي ينظف تحت يعني بالوعة او شيء تكرم هذا صحيح. عشان كذا الواحد لازم يهتم بالنظافة دائما الخاصة بدورات المياه والمرافق الصحية. صحيح. طيب دكتور، يعني هذه بعض الأنواع اللي تكلمنا عنها، الآن مدى خطورة ومضاعفات بعض أنواع الحساسية خلنا نتكلم عنها. يعني أولا حساسية الغذاء، شو هي الخطورة اللي ممكن يعني؟ أوكي، شوف الغذاء بشكل عام حساسيتين يعني نوعين كبار. النوع الاول اللي قلت لك عنه اللي هو يسبب اكزيما او يسبب درماتايتس، اللي يحش في اليلد واحمرار مزمن، وهذا النوع ما يظهر تاثير الاكل على طول. يعني مثلا اذا واحد كلى ممكن يظهر عليه في نفس اليوم، بس غالبا بعد يومين ثلاثة ايام، ويكون هذا الشيء تراكمي يعني ما يقدر يربطها في اكله معينه. متى يعرف؟ اذا وقف بعض الاكلات، مجموعه من الاكلات المعينه، بعد ثلاثة ايام او اسبوع يبدا يحس بتحسن. هذا نوع واحد. النوع الثاني اللي هو جاي على صدمة التحسس أكثر، اللي هو الواحد يوم يأكله خلال دقائق ممكن يبدأ يحس بأعراض اللي هي مش ممكن تبدأ حتى تبدأ بالفم، يحس كأنه في تنميل أو تنغيز أو حتشة أو احمرار. وطبعا هذا لما الأكل ينزل بعدين يعطي أعراض البطن اللي أنت ذكرتها.
وممكن يعطي حساسية الجلد، وهذا الشيء ممكن يحدث من دقائق ما أكل الأكل لين ما لين تقريبا 4 ساعات، ممكن يكون بعد 4 ساعات بس غالبا محصور خلال الساعات الأولى من الأكل، وغالبا هذا المريض يعرف شو يعني يشك في الأكلة هذه، أنا أكلت هاي الأكلة وزعت عقبها. عقب تجنبها ورد كلها مثلا عقب يومين بعد أعطت نفس المشكلة، فهني عارف. فالمشكلة شو أن الواحد يوم ما ينتبه ويتم يأكلها بشكل يعني متكرر، الحساسية تم تتطور إلى ما توصل لصدمة الحساسية. صدمة الحساسية لما البروتين يدخل والإنسان يكون متحسس بشكل كبير جدا، يحدث هبوط في ضغط الدم، ينزل ضغطهم. فشو يستويبهم أول شيء غير الأعراض الثانية، يبدون ما يعني ما يقدرون يركزون ويفقدون وعيهم، وطبعا يرسكت الصدر والحج والترجيع، فتكون الحالة شديدة. فطبعا هاي يحتاج إسعاف، الواحد يودون المستشفى. صحيح. وفي علاج شيء يسمونه إبينفرين، اللي هو هي مادة تفرز من داخل الجسم ترفع ضغط الدم وتوقف الكيفية أو الميكانيزم مال الحساسية. هذا اللي يعرف انه متحسس من اشياء معينه القلم هادوم يكون وياه، يستخدم خلال 5 دقائق من بدايه الاعراض. شو اسمه مره ثانيه دكتور؟ هو اسم الماده ابينفرين، الاسم الثاني لها ادرينالين او الادرينالين هذا اللي يستخدمونه. هذا يكون في قلم في عبوه معينه يسمونه اوتو انجكتر، مجرد ان الواحد يضغط على منطقه فخذه فخذ الفخذ يعني الابره على طول تدش بشكل تلقائي في العضل، وخلال 10 ثواني دخل هاي الادرينالين دخله في الجسم، على طول يرفع الضغط، فالواحد يحس انه رد وعي له. جميل. يعني علاج الحساسيه ممكن يشتمل هذا الاستعمال الابينفرين. الابينفرين له علاج مؤقت. مؤقت. مفعول لمده 15 دقيقه فقط. اوكي. بعد 15 دقيقه لازم يروح المستشفى. او ياخذ يعني العلاج المناعي. العلاج المناعي ما ينفع حق الأكل، بس بعض الدول تعالج حق الأكل وممكن يشتغل، بس في خطورة. إنزين. وفي أدوية اللي هي تخفف الأعراض اللي ذكرتها دكتور، لكن أهم علاج إن الواحد شو يسوي دكتور؟ إنه يتجنب. صحيح. المسببات الخاصة بالحساسية عنده، فهي يعني أكيد الواحد يعرفها من أكثر من مرة، لكن الآن إذا ما بنتكلم دكتور عن الوقاية من الحساسية، كيف يمكن لنا أن نقي أنفسنا من الحساسية؟ زين، شو بقول لك بشكل عام. طبعا. الحساسية صعب الوقاية منها إذا ما كان عندك علم مسبق فيها. ليش؟ عشان يفرق من شخص لشخص، في بعض الناس بنيتهم الوراثية تسمح لهم يكتسبون حساسيات، وفي بعض الناس ما عندهم قدرة أو يعني ما يكتسبون الحساسيات، حتى لو شو ما تسوي لهم ما يكتسبون الحساسيات، هذا شيء وراثي. بتلاحظ ان في بعض العائلات الحساسيه يعني دومينيتنج فيتشر، يعني عندهم يعني مبين على اكثر من فرد عندهم. بعضهم اللي يطلع على ربو، بعض اللي يطلع على مثلا هاي الحكي الدرماتيتس، بعض اللي يطلع على ارتكاريا. ممكن تكون وراثيه يعني؟ هي ممكن تكون وراثيه، هي اصلا وراثيه. اوكي. الحساسيه وراثيه. اوكي. في بعض الناس يظهرون بعضهم ما يظهرون، بس اللي تعرف ان ممكن يظهر له في يعني بعض الأشياء ممكن واحد يسويها، إنه شو يخلي بيته مثلاً دوم نظيف ما فيه غبار، إذا فيه حشرات يطردها أول بأول، يفضل إنه ما يجيب حيوانات في البيت مثلاً قطاوة أو شيء، إذا عنده حشيش مثلاً ما يجلس الحشيش، خصوصاً لو توقع الصينة، هاي يخلي الواحد بسرعة يلقط الحساسيات. صح. وطبعاً في أشياء ثانية حق الطفل لما يعني يكبر، في أوقات معينة ممكن الواحد يدخل فيها أكلات معينة، ويفضل أن يتجنب أكلات معينة بعد، مثلا ربيان مثلا أو مثلا مكسرات، يفضل أن يأخرها لين بعد السنتين عشان ما لها حاجة كبيرة يعني، وفرصة أن الواحد يكتسب حساسية منها كبيرة شوية. وتقريبا تقدر تقول 90% من الحساسيات تنحصر في 9 أو 10 أكلات، وعندك فوق 100 أكلة تسبب هي اقل عن 10%، ففي اكلات معينه ممكن واحد يتجنبها. جميل. دكتور انا عندي يعني سؤال، يعني في ظل التطور التكنولوجي هذا اللي نشهده دائما في عالم الطب وعالم الصحه، ما سووا جهاز شيء ممكن يكشف الحساسيه عند الانسان قبل، يعني اذا اذا اذا, إذا وصل يعني مرحله انه يعطي انذارات طبيه مثلا في هذا المجال، لان الحين ما اخترعوا. اوكي. انا بقول لك عن الشيء
معترف فيه طبيا والغير معترف فيه طبيا. المعترف فيه طبيا طبعا ما نقدر أن نجيب أي واحد مني ودربنا نفحصه إلا لو هو بغى. وطبعا لو هو بغى في فحوصات معينة هي غالبا تكون فحوصات بالدم تبين قابلية حساسية عنده. ففي فرق بين تحسس وبين حساسية. تحسس يعني شو؟ الواحد جسمه متعرف على بروتين معين أو أكلة معينة بس ما يتفاعل وياها بعده، هذا تحسس اللي هو يسمونه بالإنجليزي sensitization. وفي عندك الألرجي. الألرجي اللي هو طبعا هو متحسس وعنده حساسية، الحساسية تظهر عليه. طيب طبعًا دكتور تسمح لي أقاطعك بس أخذ هذه المداخلة ومنكمل لأن الوقت يعني قاعد يركض معايا والمستمع شوي عطلته، فباخذ المداخلة وبرجع أكمل هذه النقطة معك دكتور سامحني. أتمع الخط ولا إيه؟ خليك معايا لأن السؤال موجه لك، تفضل. ألو السلام عليكم. يا هلا، اختصر لي. الله يوفق الله يوفق، عندي أربع دقائق. أنا وياكم الله يطول عمركم. والله دكتور أنا هذه أساسية لورم الجسم، يحك جسم كامل ورم وكل ما أدري شو معك اللي بالدم ما يطلع. كم مرة أخذت تحاليل من الدم ما يطلع بالدم، شو مشكلة هذا؟ دكتور تبغي تسأل أسئلة معينة دكتور ولا؟ هو ممكن أسئلة معينة بس أنا ممكن على طول أعلق. هو شوف في بعض المرضى يقولون احنا سوينا فحوصات بس ترى الفحوصات مو محددة حق الحساسية، فلازم دكتور مختص الحساسية يشوفه ويقيم حالته. هني بنعرف إذا فعلا نسوي الحساسيات نسوي الفحوصات. وبعدين الفحوصات لها فرصة، ما أقول كبيرة بس فرصة جيدة أنها أن تكتشف اللي عنده. لو ما طلع عنده شيء في فحوصات ثانية ممكن الواحد يسويها وأسئلة معينة ممكن بعد يتطرق. يعني كل واحد مثلا هذا يسوي 40% من الاحتمالات، عقب عندك 20% من الاحتمالات وهالمجرى، فأفضل أن ينشاف من طبيب حساسية. جميل جميل. طيب دكتور نرجع للنقطة اللي وقفنا عندها خاصة بالإنذارات الطبية. ايه زين اوكي على الفحوصات. انا قلت لك عن في تحسس sensitization وفي الرجي. لو في الرجي المريض بيشتكي، sensitization المريض ما بيشتكي. فلو واحد خلنا نقول يبغى يشيك على sensitization يسوي فحوصات معينه، يطلع له مثلا شيء معين في الدم اسمه IgE. الIgE هذا ممكن أشياء ثانية ترفعها، مو بشرط يكون حساسية. جميل. بعض الأحيان ممكن يكون حساسية. طيب دكتور في دائما يقولون في علاجات بديلة، نحن نسمع فيها أن الأعشاب والأدوية اللي موجودة في الأغذية اللي الواحد لازم يتعاطاها، يعني شو رأيك أنت من ناحية أن هذه ممكن تقلل من أعراض الحساسية؟ أنت قصدك هوميوباثي يعني؟ يعني الهربل بديله يعني اوكي. شوف هذه المشكله انها ما في اي دليل في الطب كابحاث يعني يكون معها يقول ان مثلا هاي ممكن تنفع. بس بشكل عام معظم اللي يسالوني يقولون نستخدمها وما نستخدمها. انا ما انصح ان واحد ياخذها ولا انصح ضدها. اقول كيفك، تبغى تجرب جرب. يقولون اذا 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 ما فادك ما ضرك، ترى هذا هو. فنمشي على هذا المبدا واقول سبحان الله، يمكن سبحان الله يمكن يفيده، ليش احرمه من شيء ممكن يفيده؟ وطبعا لو هو بيضره يبين عليه. صحيح، عشان ما نجرب على مرضى ثانيه. فهذا هو دكتور. في اقل من دقيقه كلمه اخيره تبغي توجهها للمستمعين، نصيحه؟ اي نصيحه بشكل عام يعني ملاحظا ان بعض الناس خصوصا اللي يسكنون مثلا بعد ما ينتقلون الامارات عندهم حساسيات تكون شديده، خصوصا اللي يسكنون مثلا في الشقق وعندهم تكييف مركزي. فنصيحتي لهم انهم ينظفون المكيفات، ما يخلون الغبار يتراكم داخل. هذا شيء واحد. شيء ثاني ان اذا عندهم موكيت او شيء الواحد ما يتجاهل ان يخلي الغبار يتراكم هناك. فوايدين يوني وحساسية الغبار عندهم تكون شديدة جدا، يوم يسوي الفحص يكون مستوى التحسس عندهم وايد عالي وفعلا أعراضهم شديدة يعني. صحيح. فكان ممكن يتجنبونه مجرد ان يخلون مستوى النظافة في البيت عالي.
ما يتعرضون للغبار. جميل. دكتور حسين الحتاوي استشاري ورئيس قسم الحساسية بمستشفى دبي، شاكرين لك هذه المداخلة ونتمناكم إن شاء الله التوفيق في العيادة الذكية، وأيضا هذه دعوة لكم مستمعين اللي يبغي يتعرف أكثر على المواضيع ويوجه أسئلة أكثر للدكتور وللجنة اللي موجودة في العيادة الذكية، ممكن أنه يتواصل عبر حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي DHA_Dubai DHA يعني من دبي هيلث أثوريتي _ دبي. شكرا لك دكتور، وشكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لمخرجنا عيسى سبيل، وكانت معنا في التنسيق اليوم نور نزال، وهذه تحياتي ومحدثكم محمود يوسف العالي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع الملف الطبي اللي متعودين عليه في كل يوم ثلاثاء. تقبلوا تحياتي ونقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.